في دار ضيافة المحافظ. ارجع ارجع مولاي ارجع ارجع يا اخي ارجع. يغلقون دار ضيافة المحافظ. اخوان احنا مطالبنا واضحة، إقالة المحافظ ونائبه الأول، وذلك بسبب التراشق وحالات الفساد التي ظهرت. أعلن المحافظ في لقاء تلفزيوني مصور الكل سمعه من أهالي السماوة وبقية المحافظات أن النائب الأول سامي الحساني يبتز الشركة ولديه تسجيلات. أمام من أمام دار ضيافة تظاهر المثنى يغلقون دار ضيافة المحافظ. يغلق دار ضيافة المحافظ. اسمع حتى الآن انت عم تدافعنا شخص ولا جاي. احنا ما طالبنا إقالة مدراء الدوائر، مدراء الدوائر جابوا محمد منشور. عافيه وش حكي؟ حتى ما نصير اكو تهمة طالعة على الساحة والساحة بريئة من عندها انه الناس تبتز مدراء الدوائر تطلع على دائرة فلان حتى تاخذ اكو تهمة هيك طالعة عليكم. احنا اليوم نضرب الراس الكبير ونوامه. والقضية الثانية اللي أرد أسولف فيها تخص الشباب اللي هي تشغيل أكثر من 300 شخص بالكهرباء. بعد عن الشباب والله.